الروائي عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وكل عائلات مصر والعالم العربي، رمضان كريم واهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره عائلات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم السادس من العباقره عائلات، مين يا ترى اللي حيفوز بكاس البطوله؟ ومين هي العائله المثاليه؟ العباقره عائلات بشراكه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، الداعم الرئيسي لمشروعات المراه المعيله في كافه المجالات. في الحلقات اللي فاتت عائلات مصر جمعت 1395 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الدعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. تعالوا نشوف عائلات مصر النهاردة هيوصلوا النقط لكام. أول عائلة مشرفانا في الاستوديو بيشاركوا لأول مرة حلم واتحقق من التل الكبير، محافظة الإسماعيلية، رحب كلنا بعائلة القط. سعيد جدا بالمشاركه لاول مره في برنامج العباقره، وان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه النهارده ونرجع بالفوز للاسماعيليه. انا سعيد ومبسوط ان انا موجود في برنامج العباقره، البرنامج اللي ليه جمهور متابعين في الدول العربيه وفي مصر. بشكر زياد ابني ان هو وصلنا لهنا وللمكان ده، وان شاء الله نواصل في المسابقه ونكمل فيها للنهايه ان شاء الله. متحمسين للمشاركه في الموسم السادس من العباقره، الاسره كلها والاولاد منتظريننا، يتمنوا ان احنا نحقق انتصار كبير وفوز في المسابقه الجميله ديت. ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم ونحقق الفوز. استعدت للبرنامج عن طريق ان انا بقالي اسبوعين بقرا في التكنولوجيا وبحضر معلومات التكنولوجيا علشان اساعد فريقي ان هو يتاهل لدور ال 16. عائلة القط الحمد لله على السلامة. مين صاحب فكرة الاشتراك؟ شكلها زياد كده. زياد. صح. هو اللي مجمع العيلة. نعم. ازيك يا زياد؟ الحمد لله تمام زي حضرتك. قول لي بقى، جمعت العيلة عشان تيجوا مع بعض برنامج العباقرة. الفكره ابتدت من امتى؟ هو بصراحه انا كنت مقدم في مدرستي، كنا داخلين في عباقره مدارس، بس جت 2020 جت الكورونا ومش قدرنا نشارك او نقدم في البرنامج. عرفتوش تقدم؟ كنت اقدم برضو في تيم الجامعه السنه دي، بس برضو كان في يعني حاجه كده وقت التصفيات فما عرفتش اقدم. فبس بقى جت الفرصه ان انا اقدم في عباقره عائلات، يعني كنت عايز اقدم فيها من زمان والحمد لله قدرت اقدم. يعني مبروك. الله يبارك. حلمك اتحقق. ولسه مش ده الحلم. ايه الحلم بقى؟ نوصل لمرحلة المتقدمة يعني ان شاء الله. نصيحة ليك، العباقرة مباراة مباراة. انا فاهم. واحدة واحدة. فاهم. نطلع بس من اول مباراة ونشوف اللي هيحصل بعد كده. صح. هندسة اتصالات، بتفكر في مستقبلك ازاي؟ يعني حابب اتخصص في مجال النتورك بالذات، يعني لقيت ان هو فيه فرص عمل كتير، ممكن نشتغل في مصر او برا مصر. انت عايز تسافر؟ ان شاء الله. باباك مرحب بالفكرة ولا لا؟ اكيد طبعا، الشباب بنسيبه ينطلق وبقى احنا عادي العالم كله عالم واحد دلوقتي، وكمان التواصل بقى سهل. نعم. يعني انا ولادي عايشين بره ووحشني، ولكن قادر اتواصل معهم يعني على مدار اليوم اكتر من مره. تمام. وده بيخلي الواحد يبقى هادي. نعم. شويه عارف اخبارهم تحركاتهم، فالامور بتبقى اهدى شويه. اصبحنا كلنا عالم واحد دلوقتي. حارس مرمى. نعم. ايه موضوع حارس مرمى دي بقى؟ احكي لي. البداية أنا في الكورة أنا مدرب عامة يعني، وشغلي أنا عميد معهد تالي كبير الثانوي. جنب شغلي أنا الرياضة دي حاجة أساسية عندنا. تالي كبير هي معقل الرياضة في إسماعيلية، عندنا أساطير كبيرة، عندنا كابتن رضا سيكا، عندنا كابتن سيد الحداد، عندنا أحمد هاني سيراميكا دلوقتي. بس الحقيقة الإسماعيلي في الفترة اللي فاتت مستواه مذبذب، ليه بقى تفتكر؟ قطاع الناشئين أهمل شوية في الفترة اللي فاتت، والاستثمار في الكورة أثر على الكورة دلوقتي في مصر كتير. طبعاً إحنا بنستمتع بكرة الإسماعيلية، والدي الله يرحمه كان بيشجع الإسماعيلي وبعدين الأهلي، يعني الإسماعيلي الأول. غالبيتي الأهلوية واللي بيشجعوا كرة في مصر وبيحبوا كرة وفهموا كرة يقول لك الإسماعيلي بعد النادي بتاعنا، يعني الإسماعيلي مش هتلاقي عليه خلاف بين الأندية كلها، لأن كرة جميلة طبعاً لا لا بيلعبوا كرة حلوة جداً. تمام. محمد أخبارك إيه؟ أهلا بحضرتك. احساسك ايه؟ ان شاء الله مبسوط ومتحمس، وان شاء الله تكون المسابقه يعني ممتعه وتكون فيها اسئله تثري المعرفه بتاعتك. شكلك متوتر شويه. لا مجهد، بس لان السفر طويل واحنا جايين هنا من بدري فاجهدنا شويه من السفر، محتاجين نصحصح ونركز. لا مصحصحين ان شاء الله. احمد اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله.
وافقت على طول لما زياد عرض عليك ولا ترددت؟ هو زياد ابن اختي مهندس زي يعني، ف هو واخدني قدوه فطلب مني ان انا اجي معاه، فما اقدرش اتاخر عنه في اي حاجه يعني. حلو جدا ان هو يبقى اختارك كقدوه ومثل اعلى. خلينا نرجع له ونساله ليه اخترت احمد كقدوه ومثل اعلى. هو بصراحه من وانا صغير يعني، يعني انا شايف ان انا خالي مهندس، وانا يعني شفت طموح ان انا ممكن اخش هندسه، ان انا حبيت المجال حبيته منه. كمان فيها صفات يعني، في بحس صفات مشتركه بيننا كتير يعني، مثلا طول زي بعض وكده، دي ممكن الحاجه سبب الحقيقه مقنع جدا. اقنعتني. لا لا، كان في كذا حاجه كده يعني، حاجه بعرفها بالصدفه، امي تقول لي لا ده انت خالك بالظبط، وتيتا كمان تقول لي لا انت خالك بالظبط. ف انا شايف ان هو يعني قدوه من غير اي حاجه يعني. صراحة ما خلاني كلهم قدوة، وبابا قدوة طبعا، كل قدوة، بس أنا شايف إن خالي عشان أنا يعني شايف إن هو يعني فينا شبه مهندس وناجح وتعلمت منه، عايز تبقى زيه. باباك أكيد مش هيسعى، بالعكس باباك هينبسط. إحنا جايين باسم عيلة القط اللي هم نسايبي، أنا سعيد بيهم وفرحان بيهم، وفرحان إن ولادي حاطين قدامهم خلانهم حاجة، لأن هم حاجة كويسة، مهندسين ودكاترة، وإحنا عيلة واحدة فعلا يعني. ترابط أسري مهم جدا. نعم، بشكركم عيلة القط، بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عيلة القط. أما العيلة الثانية واللي مشرفانا في الاستوديو، فريق متألق وأصحاب خبرة من الكتكات محافظة الجيزة، نرحب كلنا بعيلة علي. ان شاء الله النهارده معتمد عليا في فقره تحت الضغط، وانا ذاكرت كويس وجهزت، وان شاء الله اقدر اجاوب اكبر عدد من الاسئله. احنا الحمد لله ربنا كرمنا الموسم الخامس ووصلنا دور الاربعه، وده رفع سقف الطموح عندنا ان احنا الموسم ده ان شاء الله نوصل النهائي. استعدينا كويس وحاولنا نصلح اخطائنا، وربنا يكرم الموسم ده ان شاء الله. انا مبسوطه ان انا بشترك في الموسم الثالث على التوالي في عباقره العائلات، وبنكتسب خبرات اكتر كل مره. ان شاء الله يكون لنا نصيب بالفوز بالكاس. مشاركتنا المره دي صعبه عن الموسم اللي فات، لان الموسم اللي فات كان نظام مجموعات، فكان عندنا فرصه واثنين وثلاثه، بس احنا استعدينا اكتر ورجعنا معلوماتنا اكتر، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونصل في مرحله احسن من الموسم اللي فات. عيلة علي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مدام امال ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الله منورانا في الاستوديو. الله يخليك يا رب. المره دي حضرتك اللي قلت لهم يلا نرجع تاني؟ والله انا من ساعه المره اللي فاتت وانا شغاله بذاكر. بس يعني مش عارفه هنقدم ولا مش هنقدم يعني، بس قلت متابعه كل الحلقات طبعا، ومذاكره بقى وكتابه وكده فعلا، بس قلت لو هم مش عايزين خلاص، بس لقيتهم متحمسين اكتر مني كمان. فاكره الموسم الاولاني جيتي غصب عنك؟ ايوه. احنا مش ناسيين. كل حاجه متسجله عندنا. والموسم اللي بعديه قلت لا انا اللي جايباه، خدتها تحدي شويه. الحقيقه الموسم اللي فات عملتوا اداء عظيم، وصلتوا المربع الذهبي، وكان أدائكم حلو جدا الحقيقة. هم مستواهم حلو والله. طبعا في توفيق وعدم توفيق. صح ايوه. ازيك يا حسام؟ الحمد لله. ازيك الاستوديو وحشك جدا، الاجواء وحشتك جدا. اكيد. اخيرا اتخرجت من هندسه ميكانيكا. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. جاهز بقى لسوق العمل ولا ايه؟ يعني ان شاء الله ربنا يسهل كده. ان شاء الله ربنا يوفقك. ان شاء الله ان شاء الله. ايمن، ازيك يا ايمن؟ اهلا وسهلا حضرتك. ايه بقى موضوع انك بتشجع بيراميدز؟ انا قبل كده ما كنتش بشجع اي فريق، بحب اتفرج على الكوره بس ما كنتش بشجع الاهلي او الزمالك زي اغلب الناس. فالتجربه بتاعت بيراميدز شايف انها تجربه مميزه جدا، وهتفيد الكره المصريه ومنتخب مصر كتجربه. فشجعت الفريق بتجربته. ايوه. هم الحقيقه طبعا ما اقدرش انكر ان هم عملوا حاله في الدوري المصري فعلا. يعني كسروا، يعني عملوا قلق، عملوا دربكة، اتعمل لهم حساب. طبعا. ولكن لسه قدامهم شوية، ينقصهم الخبرة. خبرة والجمهور. بقى عندهم جمهور اهو. أشرف، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام والله. قول لي بقى العباقرة بيمثل لكم إيه كعيلة؟ إحنا بقينا جزء من العباقرة، والعباقرة بقت يعني حاجة بالنسبة لنا اتعودنا عليها. يعني إحنا بنستنى رمضان برضو وبنتابع فيه، يعتبر الحاجة الوحيدة اللي كنا بنتابعها فيه العباقرة. كان المردود ايه على ادائكم الموسم اللي فات في الكتكات؟ لا يعني ما شاء الله كان مردود كبير، والحمد لله ناس كتيره بتتابعنا، والعائله بتاعتنا برضو ما شاء الله بتتابعنا، والعائله كلها كانت راضيه عن ادائنا. الحمد لله.
واحنا بالنسبه لنا اهم حاجه ان احنا بنتجمع والاسره بتتجمع والعائله كلها بتتجمع. ف لا بعدين كفايه ان مامتك رجعت تذاكر تاني. ايوه صح دي لوحدها حكايه دي. والله احنا فعلا كاننا داخلين امتحان قاعدين احنا. وكان المايسترو بتاعنا اشرف المايسترو ويجيبنا تحت الضغط وكل واحد فينا مره يعني. حسام يقعد في الاوضه وانا اللي عليا الدور وحسام وهكذا يعني. هو كان اشرف الصراحه. ايمن ساب الشارع لاشرف؟ لا. لا هو ايمن القائد في الملعب. ايمن انا في الكواليس. مشكله ان جاي من سفر ايمن في الغردقه اشرف قاعد معانا بقاله شويه. عائله علي بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عائله علي. الموسم السادس لعبقرة العائلات 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: أكمل مقطع الأغنية التالي على الحلوة والمرة. مش كنا متعهدين. طبعا إجابة صحيحة. مين اللي غناها؟ عبد الغني السيد. صح، برافو عليك. وكلمات سيد مرسي وألحان محمود الشريف. محمد القط، من حقك تختار مين اللي هبتدي الأول. هما يبتدي. تمام، عائلة علي هتبتدي الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. عائلة علي، امتى الجوكر يا مدام أمال؟ تاريخ. تمام، جغرافيا. والسؤال هو: تقع جزيرة الطواويس بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ على مساحة حوالي 670 ألف متر مربع. ربعمائة شجرة بلوط. موقع تراث عالمي لليونسكو من 1990. اليونان. إجابة خاطئة، مش اليونان. في إجابة؟ إيطاليا. إجابة خاطئة. 50-50 ولا نستنى؟ نستنى. الإجابة الصحيحة في برلين في ألمانيا. السؤال اللي جاي عائلة القط، جغرافيا. والسؤال هو: في أي قارة يقع بركان أنتوكو؟ على ارتفاع 2950 متر. بركان نشط وأول ثوران ليه كان في القرن 16 وآخر ثوران ليه في القرن 19. ثانية زياد، إجابتك آسيا. إجابة خاطئة، مش قارة آسيا. في إجابة ولا فيش إجابة؟ أشرف. أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية. اللي وداك أمريكا الجنوبية يعني ما أقنعتنيش. إجابة صحيحة، فعلا في أمريكا الجنوبية في تشيلي. 10 نقاط خطفتهم عائلة علي من عائلة القط. عائلة علي، عن معاد الجوكر. على حظكم سؤال مش سهل. الحمد لله. تاريخ. والسؤال هو: بدأت انتفاضة نوفمبر عام 1830 ضد الإمبراطورية الروسية بإحدى دول وسط أوروبا، فما هي؟ اللي قام بها ضباط صغار السن اعتراضاً على استخدام روسيا لجيش الدولة دي، لقمع الثورة الفرنسية، الجيش الروسي قضى على الحركة بعدها بسنة. وسط أوروبا. إجابتك تشيك. إجابة خاطئة. في إجابة؟ إن شاء الله. ما عندكش حاجة تخسرها وممكن تكسب 20 نقطة. إجابتك بولندا. بولندا يا زياد، فكرت. إجابة صحيحة.
برافو عليك يا زياد. بولندا الإجابة الصحيحة 20 نقطة، النتيجة اتغيرت 20 عيلة القط 10 عيلة علي. عيلة القط امتى جوكر؟ ممكن أدب في الأدب غالبا. تمام. تاريخ والسؤال. الفريق محمود عبد الرحمن فهمي هو قائد إحدى قوات الجيش المصري أثناء حرب الاستنزاف، فما هي؟ اتولى السلاح ده من 1969 ل 1972، توفى في 2006. زياد إجابتك؟ بحرية. دي إجابتك ولا إجابة مين؟ إجابتي. إجابتك إجابة صحيحة، برافو عليك. شارك في إعداد وتخطيط عملية تدمير ميناء إيلات. 10 نقاط، 30 عيلة القط، 10 عيلة علي. عيلة علي أدب والسؤال. من هو الأديب الفلسطيني الراحل مؤلف مسرحية جسر إلى الأبد؟ كتبها للإذاعة 1965 واتنشرت 1982 بعد استشهاده. مسرحية فلسفية عن الموت والحياة والتعلق بالوهم. حسام إجابتك؟ هجرب. غسان كنفاني. غسان كنفاني إجابة صحيحة. 10 نقاط، مهمين جدا لعيلة علي. عيلة علي 20، عيلة القط 30. عيلة القط حان معاد الجوكر. ندوس على البازر. أدب والسؤال هو. الورم هي رواية الأديب ليبي، فمن هو؟ اتنشرت 2008 وترشحت للقائمة الطويلة البوكر العربية في 2009. رواية رمزية عن معنى السلطة ومفهوم الحاكم والمحكوم. إجابتك؟ أحمد إبراهيم الفقيه. زياد إجابة خاطئة. يا ترى هنرجع الجوكر؟ مش هنرجع الجوكر؟ لا معلش. غريبة جدا. يختار أنت لو عرفت كده. 50-50. طبعا دوس على البازر. اختيارين بزائد 20 او ناقص 10. هشام مطر، ابراهيم الكوني. هنشوف. ابراهيم الكوني. ابراهيم الكوني ب 20 نقطة طبعا إجابة صحيحة. غريبة جدا. ايه اللي حصل؟ ده سؤال سهل مش صعب. 20 نقطة مهمين جداً، 50 عيلة القط، 20 عيلة علي. آخر سؤالين في الفقرة، عيلة علي، علوم والسؤال هو. من هو أول عالم مصري حصل على جائزة الباب الذهبي من المعهد الدولي في بوسطن عام 1992؟ الجائزة دي بيكرموا فيها المهاجرين لأمريكا اللي قدموا دور اجتماعي وعلمي للمجتمع. مدام أمال. أحمد زويل. مش أحمد زويل. إجابة خاطئة. في إجابة؟ إن شاء الله. دكتور مصطفى السيد. طبعاً الاتنين علماء عظماء، ولكن إجابة خاطئة. 50-50؟ طبعا دوس على البازر. اختيارين بزائد 10 او ناقص 5. فاروق الباز، يحيى المشد. 5 ثواني. حسام. فاروق الباز. دكتور فاروق الباز طبعا إجابة صحيحة. دكتور يحيى المشد كان تم اغتياله قبل التاريخ ده. طبعاً 10 نقط مهمين جداً لعيلة علي. طبعاً دكتور فاروق الباز نفتخر به جميعاً. طبعاً كفاية إن تسمى كويكب على اسمه. تحية كلنا دكتور فاروق الباز.
طبعا عالم مصري عظيم. نتيجة غيرت 30 عائلة علي، 50 عائلة القط، وآخر سؤال في الفقرة علوم. والسؤال هو النوزيما هو مرض بكتيري يصيب إحدى الحشرات الطائرة، فما هي؟ أنا فاكرها. إجابتك النحل. النحل؟ ما فكرتش يعني، متذكر المعلومة كده. بيؤدي لقتل عدد كبير من النحل. إجابة صحيحة. بينتشر بسبب تكدس النحل بعدد ضخم داخل مساحة صغيرة في الخلية. نتيجة 60 عيلة القط، 30 عيلة علي. مباراة قوية جداً وسؤال واحد بس ما تجاوبش في الفقرة الأولى. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى عائلات مصر جمعت 90 نقطة في فقرة العلم في خزنة البنك الأهلي المصري، الدعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. الموسم السادس عبقرة العائلات، ومباراة قوية جداً وسؤال واحد بس ما تجاوبش في الفقرة الأولى. وهفكركم بالنتيجة: عائلة القط التل الكبير، الإسماعيلية 60، عائلة علي كتكات الجيزة 30. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة، فقرة المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. من مكاننا هسأل من مكاني وهتجاوبوا من مكانكم، مش عايزين نتعب مدام أمال. شكرا. السؤال الأولاني معلومات عامة، محمد ومدام أمال معلومات عامة. والسؤال هو: ما هي أقدم عملة أوروبية في العالم ما زالت تستخدم حتى الآن؟ الجنيه الإسترليني. الجنيه الإسترليني طبعا إجابة صحيحة. يعود تاريخه لسنة 775 ميلاديا. كان الجنيه الإسترليني وقتها بيساوي 240 بنس من الفضة. 1970 البرلمان البريطاني اعتمد العملة وإن الجنيه الإسترليني يساوي 100 بنس. 10 نقاط: 70 عيلة القط، 30 عيلة علي. السؤال الثاني: أستاذ يوسف وأشرف، أشرف والأستاذ يوسف، رياضة. والسؤال هو: حصل اللاعب بوريس سباسكي على بطولة العالم بإحدى الرياضات الفردية عام 1969، فما هي؟ أشرف إجابتك السباحة. السباحة إجابة خاطئة. في إجابة؟ الشطرنج. الشطرنج إجابة صحيحة. برافو عليك. بطل العالم ثلاث سنوات متتالية، طبعا هو سوفيتي. 10 نقاط: 80 عيلة القط، 30 عيلة علي. السؤال اللي جاي أحمد وأيمن، أيمن وأحمد، تكنولوجيا. والسؤال هو: ما هو اسم أول سيارة أنتجتها الشركة المصرية النصر لصناعة السيارات؟ نصر. إجابة خاطئة. اتعرضت في الأسواق من 1960، كان سعرها 200 جنيه. رمسيس. رمسيس إجابة صحيحة. بالضبط رمسيس. العربية دي اتوقف إنتاجها لما شركة النصر اتعاقدت مع فيات. أيمن 10 نقاط: 40 عيلة علي، 80 عيلة القط. زياد وحسام، حسام وزياد، قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية:
70 في 80 على 2 زائد 200 يساوي كام؟ زياد 1400. إجابة خاطئة. استعجلت ليه؟ حسام 300. هي 3000 مش 300. إجابة خاطئة. بص يا زياد، مش دايماً السرعة هي الصح. أنا حسبت حاجة غلط على طول. لازم تدي لنفسك فرصة كام ثانية، لأن برضو يعني مش هتتحل بالسرعة دي. صح. هارد لك يا حسام، في صفر وقع منك. ودلوقتي مع الفقرة التالتة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا هتعتمد على السرعة، ليكم أنتوا التمانية. سينما ومسرح، والسؤال هو: من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور الكبيرة في فيلم كتكوت؟ سرايا إبراهيم. برافو عليك. سؤال ما كانش سهل. السؤال ده ما كانش سهل. برافو أيمن. محمد سعد طبعا، حسن حسني، هبة السيسي، وحسن عبد الفتاح. طبعا إجابة صحيحة. برافو عليك أيمن. 10 نقاط. النتيجة اتغيرت. 50 عيلة علي، 80 عيلة القط. أغاني موسيقى، والسؤال هو: رحمة للعالمين هي أغنية المنشد ومطرب معاصر، فمن هو؟ المغني شارك في تلحينها وكتابتها. ماهر زين. ماهر زين، برافو عليك. إجابة صحيحة. شوف لما فكرت وخدت نفسك. ما تعرفش غيره أصلا. ما تعرفش غيره. يبقى محظوظ. 90 عيلة القط، 50 عيلة علي. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو: التمساح من أكبر المتاحف في العالم المخصصة لنوع واحد من الحيوانات، ففي أي محافظة مصرية يقع؟ أيمن. أسوان. أسوان. لا، والأستاذ إسلام بيسقف لك وبعدين تردد ورجع تاني في التسقيف. والله إجابة صحيحة. تم افتتاحه في يناير 2012. بيضم 22 تمساح محنط من الخمسين تمساح اللي تم العثور عليهم في منطقة قريبة من المعبد. النتيجة اتغيرت. 60 عيلة علي، 90 عيلة القط. آخر سؤال في الفقرة، سرعة البديهة، والسؤال هو: إحدى دول القرن الإفريقي هي الوحيدة التي يتكون علمها من لونين فقط، فما هي؟ الصومال. الصومال يا أيمن، فكرت وبرافو عليك. إجابة صحيحة. أيمن رجع لمستواه المعهود بعد الفقرة الأولى. أيوة كده أيمن، ما شاء الله. 10 نقاط. النتيجة اتغيرت. 70 عيلة علي، 90 عيلة القط. سؤالين بس ما تجاوبوش من بداية الحلقة. أنا حاسس إن إحنا قدام مباراة في المربع الذهبي مثلاً، نهائي مبكر. يعني الحقيقة المستوى متقارب والمنافسة قوية والمعلومات موجودة، ولو المعلومة مش موجودة بنفكر. برافو عليكم. عايز أحييكم أنتوا الاتنين الحقيقة، العيلتين ما شاء الله عليكم. برافو برافو. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 70 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 160 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الدعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات.
الموسم السادس عباقرة العائلات ومباراة جميلة جدا ومتكافئة من أجمل الماتشات، وهفكركم بالنتيجة. عيلة القط التل الكبير الإسماعيلية 90، عيلة علي كتكات الجيزة 70. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. أيمن ومحمد، محمد وأيمن. محمد هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني، تفضل. أيمن تعالى مكاني. تحت الضغط. الأسئلة مش صعبة، الأسئلة سهلة، ولكن محتاجة منك شوية تركيز. تمام حضرتك. لو ما فيش إجابة هتقول باص. تمام، بس عايز الإجابة بصوت واضح عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. حاضر إن شاء الله. اتفقنا؟ محمد تمام؟ محمد تمام. تحت الضغط كاونتر. عنصر كيميائي عدده الذري 2، فما هو؟ هيليوم. صح. لما الشتاء يدق البيبان هي أغنية المطرب مصري، فمن هو؟ محمد منير. غلط. إلى أي دولة اسكندنافية تتبع جزيرة لولاند؟ النرويج. غلط. مزرعة الحيوان هي رواية الكاتب بريطاني جورج أورويل. صح. كم عدد الأيام في شهري مارس وإبريل؟ 61. صح. من هي أول امرأة حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1900؟ ماري كوري. صح. من هو قائد القوات الفرنسية في معركة هليوبلس عام 1800؟ نابليون بونابرت. غلط. من قامت بدور ليلى في مسلسل فرح ليلى؟ منى زكي. غلط. صحفي مصري راحل صاحب فكرة الاحتفال بعيد الأم، فمن هو؟ صفا أمين. غلط. تفضل. 4 من 9، وأنا متأكد إنك كان ممكن تعمل أحسن من كده. تمام. الحمد لله. سليم عزين محمد ينضم لينا. طبعاً في إجابات أنا عارف إنها عندك دلوقتي، يعني بتعيد الذاكرة، وأكيد في إجابات موجودة. تفضل. أنا قلت 9 أسئلة هنا من 10، مش هقول لك كم إجابة صح، ولا عايز تعرف؟ لا عادي مش هفرق. تمام، هقول لك بعد ما تخلص. تحت الضغط كاونتر. عنصر كيميائي عدد الذري 2، فما هو؟ الحديد. غلط. لما الشتاء يدق البيبان هي أغنية المطرب مصري، فمن هو؟ عماد عبد الحليم. غلط. إلى أي دولة اسكندنافية تتبع جزيرة لولاند؟ النرويج. غلط. مزرعة الحيوان هي رواية الكاتب بريطاني. صح. كم عدد الأيام في شهري مارس وإبريل؟ 58. غلط. من هي أول امرأة حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1911؟ مدام كوري. صح. من هو قائد القوات الفرنسية في معركة هليوبلس؟ باص. من قامت بدور ليلى في مسلسل فرح ليلى؟ مش عارف. باص. صحفي مصري راحل صاحب فكرة الاحتفال بعيد الأم. مصطفى أمين. انتوا الاثنين قلتوا مصطفى أمين، هو علي أمين أخوه. تفضل. 2 من 9، وأيمن 4 من 9. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. لما الشتاء يدق البيبان مين؟ علي الحجار. علي الحجار. إلى أي دولة اسكندنافية تتبع جزيرة لولاند؟ الدنمارك. انتوا الاثنين قلتوا النرويج. سؤال السابع، من هو قائد القوات الفرنسية في معركة هليوبلس عام 1800؟ كان كليبر. من قامت بدور ليلى في مسلسل فرح ليلى؟ ليلى علوي. ليلى علوي. صحفي مصري راحل صاحب فكرة الاحتفال بعيد الأم، علي أمين مش مصطفى أمين. كلنا نحيي أيمن ومحمد، محمد وأيمن. اتفضل. النتيجة اتغيرت ورجعنا لنقطة البداية. يا نهار أبيض على دي مباراة 100-100. محمد كنتوا كام؟ كنا 90. 90 وإجابتين صح، بقيتوا 100. أيمن كنتوا 70 4 إجابات صح، و10 نقط دية، بقيتوا 100. الحمد لله. طبعاً هنفك الاشتباك بالفقرة اللي جاية. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لعيلة واحدة بس، وأول 2 زياد وحسام. حسام وزياد اتفضلوا عندي، انتوا الاثنين عنديكوا بس هنا. اتفضلوا. هسألكوا سؤال عائلي، واللي هيجاوب، أيوة عايزك تكتب الناحية دي، باباك
واللي هيجاوب منطق. السؤال الأول، معلومات عائلية، ممثل وممثلة، مغني ومغنية، الأحب إلى الوالدة وإلى الوالد. يعني ممثل، ممثل وممثلة، مغني ومغنية. أنا عايز أربع أسماء. ما تعرفش؟ خلاص باباك بيكتب كده. تمام، خدت من زياد الإجابة وخدت من حسام الإجابة، على الأقل هنعرف باباك بيحب مين كممثل وكمغني وكمغنية. هنشوف دلوقتي. أستاذ يوسف قول لي بقى، ممثل مين؟ أحمد حلمي. تمام، باباك بيحب أحمد حلمي، هديك عرفت أهو، معلومة جديدة ليك. لنا بنحب أحمد حلمي طبعا. زياد كاتب الفنان القدير عادل إمام. تمام، أكيد بتحبه برضو. تمام أكيد. طيب الممثلة عبلة كامل. عبلة كامل. زياد كاتب يسرى. باباك بيحب يسرى. بص له كده، ساله كده، قلت لك هيحصل فيها مشاكل دي. بقول لك هيحصل فيها مشاكل. مش هنا في البيت. في البيت انا عارف، انا بنهدي النفوس. طب المغني عبد الحليم حافظ. طبعا مش بقول لك زياد بقى، راح محمد عبد الوهاب. ولا جابه صح. طيب والمغنيه ام كلثوم. اخيرا، الف مبروك يا زياد. الف مبروك، الف مبروك يا زياد. هي فعلا ام كلثوم. هو كتب ثلاث اسماء غلط، وفي الاخر محتاج تتعرف على باباك اكتر من كده. طيب نروح بقى لمدام امال. مدام امال ممثل. اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين مظبوط. ممثله. انا كاتبه اتنين. لا انا عايز واحده. فاتن حمامه. فاتن حمامه. طب مين الثانيه؟ عبله كامل. هي عبله كامل، هو كاتب عبله كامل. تمام. طيب المغني عبد الحليم. صح. والمغنية أم كلثوم. صح. أربعة ثلاثة، بس للأسف الشديد مش الأربعة. مش هقدر أحسب. أنا كاتبة الاثنين والله. أيوة من عاير، بس أنت حضرتك عارفة احنا بناخد إجابة واحدة بس. معلش هاردلك، بس على الأقل حسام قريب يعني. يلا تفضل هاردلك. فرقت يا حسام على عبلة كامل. معلش الأستاذ يوسف وأيمن. أيمن والأستاذ يوسف من مكانكم. السؤال التاني، حل المسألة الآتية، 120 في 2 زائد 140 في 2 يساوي كام؟ 120 في 2 زائد 140 في 2 كام؟ 520. الهدف الأول. هاردلك يا أستاذ يوسف. معلش طبعاً أيمن كان أسرع، هدف بلا مقابل. مدام أمال لو جاوبتي صح هتاخدي 25 نقطة. يا رب. محمد فرصتك هي التعادل. السؤال الثالث، فنون، فنانة راحلة قامت بدور سهير في فيلم الخطايا، فمن هي؟ شادية. شادية؟ غلط. إجابة خاطئة. مدام أمال بتقول لك غلط. مين يا مدام أمال؟ نادية لطفي. دوسي على البازر. نادية لطفي. نادية لطفي. الهدف الثاني مع عبد الحليم حافظ المغني المفضل ب 25 نقطة. عيلة علي الحمد لله رجع تاني في المباراة. عيلة علي 125، عيلة القط 100. طبعا النتيجة قريبة لأن سؤال واحد في عجلة الحظ، عيلة القط تتقدم تاني. زياد ابتدى يتوطأ. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 65 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 225 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. عبقرة العائلات الموسم السادس، ومباراة قوية جدا ومتكافئة، وهفكركم بالنتيجة.
عيلة علي الكتكات الجيزة 125، عيلة القط التل الكبير الإسماعيلية 100. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الستاشر، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل عيلة، وأول سؤال شروق. اتفضلي يا شروق. شروق السيد، وهنشوف شروق والسؤال الأول وموضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا شروق. رياضة، تمام. سؤال في الرياضة، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. بعشرين نقطة. رياضة، والسؤال هو ما هو أول منتخب حصل على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة؟ كان سنة 2011، البطولة كانت في المغرب، وكسبوا المغرب في النهائي 2-1. أشرف. نيجيريا. نيجيريا، إجابة خاطئة، مش نيجيريا. سؤال مش سهل. الله تطلع صح. سؤال مش سهل؟ لا. ما كان احنا ندور على منتخب ضعيف بس. لا، اقول غانا بقى. غانا، اجابه خاطئه. هو سؤال مبني على المعلومه، يا عندك المعلومه يا مش عندك المعلومه. الاجابه الجابون، هي اللي كسبت المغرب 2-1. السؤال الثاني، داليا. اتفضلي يا داليا. داليا محمد، هنشوف داليا محمد والسؤال الثاني وموضوع السؤال ايه. جوكر، تمام. تحبوا تتسألوا في ايه؟ قدرات ذهنية. هناخد قدرات ذهنية. قدرات ذهنية، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ 15 ثانية، محدش يستعجل. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية. 255 في 3 على 5 ناقص 49 يساوي كام؟ 255 في 3 على 5 ناقص 49 يساوي كام؟ ثانية، أستاذ يوسف إجابتك؟ آخد إجابة حالاً. ما ينفعش نتكلم مع حد. 106 للأسف الشديد. 706 إجابة خاطئة. في إجابة؟ حسام؟ 104. 104 إجابة صحيحة. يا أستاذ يوسف، لو ما عندكش إجابة كان أحسن ما تجاوبش. ليه؟ لأنك بتديه وقت. 255 على 5 لو حسبتها الأول المسألة اتحل. هو على 50. هارد لك. 155 عيلة علي، وكده نقدر نقول ألف مبروك التأهل لدور الستاشر. ألف مبروك. عيلة القط، هارد لك. أول مرة تشاركوا، والحقيقة أول مشاركة بالمستوى ده، أنا شايف إن أنتوا فريق قوي جدا. زياد ما تزعلش، بالعكس، أداءكوا النهاردة أداء هايل قصاد فريق صعب وانتوا بتشاركوا لأول مرة. عارف. ولكن أنا بحييكوا على مستواكوا النهاردة بصراحة. برافو عليكم. فعلا. فعلا. السؤال الثالث، إسلام. أستاذ إسلام الدسوقي. جوز الباس بلاير. والمدير الفني. فنون. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين. تلاتين. دوس على البازل. بص برضو يا زياد، عايز أقول لك حاجة. الحقيقة ما كانش مفروض تاخد الجوكر، يعني لو حسبتها كان ممكن تقول إيه، لأ بلاش الجوكر. هارد لك. سؤال في الفنون بتلاتين نقطة، فنون، والسؤال هو من هو الفنان الراحل الذي قام بدور نعناع في فيلم سكر هانم؟ بطولة سامية جمال، جمال الشناوي. مش ممكن. سؤال مش سهل. محمد شوقي.
محمد شوقي. برافو أيمن. برافو محمد شوقي. بص يا أيمن السؤال ده مش سهل الحقيقة. برافو. لا أنا كنت عارفاه. كنت عارفاه. عارفين احنا الاثنين. بس أيمن قال دوس قلت له دوس. يعني دي هدية من ماما لأيمن. أيوه لأيمن. أنا اديته هدية. أيوه. بس أيمن كان عارف الإجابة برضه. أيوه عارفه. صراحة. ما شاء الله. والسؤال ما كانش سهل الحقيقة. لا ما هو. برافو عليك أيمن. هو طبعا. هو قال الاسم قلت له. إجابة صحيحة. 30 نقطة النتيجة اتغيرت. 185 عيلة علي، 100 عيلة القط. السؤال الرابع والأخير أحمد عرابي. اتفضل يا أحمد. أحمد عرابي والسؤال الرابع والأخير. رياضة. سؤال في الرياضة. سؤال بـ20 نقطة لأن أنتوا خدتوا الجوكر خلاص. رياضة والسؤال هو. من هو اللاعب الإنجليزي الوحيد الذي سجل هاتريك مع ناديين مختلفين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى موسم 2022-2023؟ لاعب إنجليزي؟ سجل ثلاثية في فوز ليفربول على سبارتاك موسكو موسم 2002-2003 وثلاثية بفوز المان يونايتد على فولفسبورغ الألماني موسم 2008-2009. أنا ساعدتك على قد ما أقدر، المباراة حسمت فأنا بحاول أساعدك. حد عارف الإجابة؟ ألان شيرر. محمد طبعاً إجابة خاطئة. حسام ما عندكش حاجة تخسرها. مش هخسر حاجة. روبي فاولر. طبعاً إجابة خاطئة. مين عنده إجابة؟ يا السلام أحمد أبو ضيف طبعاً. مايكل أوين. طبعاً هو مايكل أوين. نتيجة في نهاية اللقاء عيلة علي 185 عيلة القط 100 عيلة القط. هارد لك هارد لك فعلاً. البداية كانت بداية قوية جداً ولكن مع مرور الوقت الخبرة ظهرت شوية. مش توفيق بس. ما كانش فيه توفيق، متفق معاك، ولكن أداء مشرف جدا من عيلة القط في أول اشتراك ليكم، وأنا بحيي عيلة القط. أفضل لاعب المتألق أيمن علي. بميت نقطة، برافو عليك أيمن. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقة النهاردة 285 نقطة، ويبقى مجموع النقط من أول حلقة لحد دلوقتي 1680 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. قالت علي البداية ما كانتش قوية ولكن ريمونتادا عظيمة، بس خلي بالك يا مدام أمان اللي جاي أصعب بكتير. عيلة علي بتمنى لكم كل التوفيق. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.